أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. هذا هو الأثر. لكن كما تلاحظون هو أثر أولا موقوف، لأنه هنا يقول وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوسان. أول شيء هو موقوف على ابن عباس، هلا هو وإن كان لا يقال من قبيل الرأي وحكمه المرفوع، صحيح هذا الكلام، لكن يحتمل احتمال ولو ضعيف أن يكون هذا مما خذوا عن أهل الكتاب، تماما كما قال الألباني في حديث يا عباد الله احبسوا، أنه قال هذا يحتمل مما أخذه ابن عباس عن أهل الكتاب، لأنه هو في حديث يا عباد الله احبسوا قال هذا روي موقوفا ومرفوعا، ثم رجح الموقوف، ثم قال الموقوف على ابن عباس، ثم قال أنه يحتمل أنه أن يكون هذا مأخوذ من عن أهل الكتاب. هنا أولى، لأنه هذا الأثر أولى أن يكون مأخوذ عن أهل الكتاب، لأنه هنا تفسير لآية، يعني وفي كتب التفسير مليء بهذا، لكن ذاك يا عباد الله بس ليس تفسير لآية، إنما هو أنه إذا انقطع أحدكم بالبيداء أو كذا فليقل يا عباد الله احبسوا، يعني هذا كما تقول سنة أو كذا، ليس هو تفسير لآية. يعني هذا هنا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثر السيء في الأمة للشيخ الألباني، هذا دار المعارف بالرياض، هذا هنا عنوان الكتاب والمجلد، وهذا مفصول لوحده 5 صفحات المقدمة. المهم هنا، لأن هنا هذا أول الكتاب، وهنا لما نضغط على المجلد الثاني نرى المجلد الثاني هنا قسمين، قسم هنا هو المقدمة 5 صفحات، يعني أول 5 صفحات مجزأة لوحدها، وهنا الكتاب نفسه كما ترون يبدأ بكتاب أول حديث اللي هو خيركم من لم يترك آخرته لدنياه. المهم هنا يبدأ، هنا يتعرض في الصفحة 111 يسرد هنا أخرج البزار عن عباس بلفظ إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أعينوني. هنا يقول هنا، لاحظ هنا يسرد هذه الآية، ماذا يقول فيها سنأتي بعد قليل عليها، لكن هنا موضع الشاهد أين؟ يقول فالحديث حديث ابن عباس معلول عندي بالمخالفة، وليس هو من الأحاديث التي يمكن القطع بأنها في حكم المرفوع، لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب، هذا هو الشاهد هنا. الحديث هذا إنه هذا يحتمل عنده أن يكون يحتمل هذا عنده أن يكون فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلت فلينادي يا عباد الله أعينوا، يحتمل عنده أن يكون من مسلم تلقاها من مسلمة أهل الكتاب، ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب. لكن سنرى حينما سنذهب إلى حديث صارت الأوثان في قوم نوح، اللي هو الأثر المعلق الذي رواه ابن البخاري عن عباس موقفا، لا هذا لا يحتمل عند الشيخ الألباني أن يكون مما تلقاه عن أهل الكتاب فقط، هذا يعني لذلك قلنا نحن يجب أن نتجنب الهوى في هذه المباحث. حديث لما أنا يعجبني أقول لا، ما هو هذا له حكم الرفع، صحيح موقوف لكن له حكم الرفع، لما لا يعجبني ما هو هذا، يعني هذا موقوف ويحتمل نأخذه عن أهل الكتاب، هذا لا ينبغي، لا سيما أنت مسائل تكفر بها الناس تأكيد بمكيالين، لا سنأتي على ذلك. المهم هنا أنه هنا يتعرض في يقول أنه هذا، فإذا كان
إذا نرجع إلى الحديث الأصل اللي هو حديث كانت صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، هذا الأثر الذي رواه عن ابن عباس. إذا أول شيء هو موقوف، وموقوف وإن كان له حكم رفع لكن يحتمل أن يكون أخذه من عن أهل الكتاب كما رجح الألباني في حديث آخر اللي هو حديث يا عباد الله يا عباد الله أعينوني كما ترون، لكن هو في هذه المرة في حديث في هذا الحديث حديث كانت صارت الأوثان، هذا قال لا هذا له حكم الرفع سنأتي عليه. اثنين، إذا هو موقوف له حكم الرفع لكن يحتمل أن يكون من مأخوذ من أهل الكتاب. القدح الثاني أنه هذا رواه عطاء بن عباس، رواه البخاري عن ابن عباس. طبعا انا هنا اوثق انه الالباني قال على حديث صارت الاوثان قال له حكم الرفع، هذه شرح الطحاويه، شرح العقيده الطحاويه بتخريج الالباني هنا طبع دار الفقيه، هنا بالصفحه 20 او صفحه 19 يورد الحديث ابن ابي العز الحنفي انه وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وكذا كذا عن ابن عباس ان هذه اسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. انتبهوا هنا ماذا حدث، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم، وان هذه الاصنام بعينها صارت الى قبائل العرب. هنا قوله فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، هذه ليست لا في البخاري ولا في مسلم ولا في اي كتب الحديث ولا في اي كتب، هذه انا بحثت عنها كثير جدا 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 جدا، وانا تكلمت مع اخواننا السلفيه وكذا على الانترنت لا يوجد هذا اللفظ، مع انه ابن تيميه نسبه مرارا وتكرارا في كتبه الى البخاري بهذا اللفظ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. طبعا ليستنبط من بعده ان العكوف على القبر سيؤدي الى عباده الاوثان وهو الى اخره، لكن سناتي على هذا مفصلا جدا، هذه نقطه مهمه لا توجد في هذا، وهذا صحيح البخاري، أو هذا صحيح البخاري وهذا نص الحديث. شوف، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها باسمهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، لا يوجد فيها كلمة قبور أبدا. أي صارت الأوثان، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني قطيف، وأما يعوق فكانت لهمذان، فأسماء رجال صالح من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا سموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك تنسخ وحتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. هذه سنعلم هذا لفظ البخاري بالضبط، أما اللفظ الذي أورده ابن تيمية وقلده على ذلك كثير من المشايخ السلفية ليس في صحيح البخاري قطعا، هذا قطعا، هذا كلمة فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ليست في البخاري ولا في مسلم ولا في صحيح ولا أجدها في هذه الجملة بهذا هكذا حتى القرن السابع، حتى كتب ابن تيمية بعد البحث الطويل جدا في كتب الحديث والتفسير والتاريخ وفي على الانترنت وفي الشامله وغير الشامله لا يوجد هذا، ومن وجده يرسله الي مشكورا. انه فلما ماتوا عكفوا على قبورهم قوم نوح هذا يرسله وانا سانزل منشور انه نعم وجدته. المهم هنا نرجع الى الشيخ الالباني ماذا يقول هنا. هذا هنا شوف ماذا قال الألباني، هنا ذكرها ابن عباس قبيلة قبيلة، نعم موجودة قبيلة قبيلة، يجعل هنا حاشية. ماذا يقول الألباني؟ صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع. يعني ليت الألباني نبه على هذا الأمر، أنه هذا ليس في صحيح البخاري، هذا اللفظ لم يقع في صحيح البخاري ولا في غيره، هذا وقع فقط في كتب ابن تيمية، لكن هنا كتب الصحيح وانتهى الموضوع. المهم هنا ليس هذا شأننا، ليس هنا مسألتنا. قال وهو موقوف في حكم الرفع، موقوف انتبهوا في حكم المرفوع، لكن لاحظوا هنا ماذا قال هنا في حديث الذي نحن معه، ماذا قال حديث يا عبادي لا احبسوا، قال لا، وليس هو من الاحاديث التي يمكن القطع بانها في حكم المرفوع، الاحتمال ان يكون ابن عباس تلقاها من مسلم اهل الكتاب،
واضح الكيل بمكيالين، يعني هذاك الحديث هناك لما سنؤسس مسألة بقى القبور ومسألة مسائل القبور وأنها شرك، حديث ابن عباس هذا كان لا يحتمل أن يكون مأخوذ من أهل الكتاب. هنا لما حديث هذا يخالف ما أسسوا من أنه نداء الأموات شرك، يا عبادي الله احبسوه، والحديث موجود، قال ما هو هذا ليس يحتمل أن أخذه عن أهل مسلم أهل الكتاب. ليس هذا شأن الآن. إذا الآن الاحتمال الأول أن يكون حديث البخاري صارت الأوثان، هذا أثر البخاري، أنه هو موقوف، لكن وإن كان له حكم رفع لكن له احتمال أن يكون تلقاه عن مسلم أهل الكتاب، لا سيما وهو في تفسير أخبار الأمم السابقة. هذا يكثر في تفسير أخبار الأمم السابقة المذكورة في القرآن، يكثر في تفسيرها الإسرائيليات. اثنين، هو معلق علقه البخاري، علقه البخاري نعم بصيغة الجزم، لكن في إسناده عطاء ولم يبين من هو، عطاء الخراساني أم عطاء بن أبي رباح، وابن جريج أخذ عن كليهما، ولكن ورد في، أنا لما حققت في هذا المسألة ورجعت إلى فتح الباري وجدت فيها كلام طويل جدا في التفسير الذي رواه ابن جريج عن عطاء. أنا أريكم هذا الكلام.